بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس يوسف الحران قناة تلمس. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة ورائعة من سلسلة طريقة الكاجن، واللي حنخصص هذا حلقة هذا اليوم إن شاء الله لمرض الكورونا، وحنستعرض مع بعض خطوات كايزن بسيطة لو أنت طبقتها هتساهم في وقايتك ووقاية عائلتك ومجتمعك من مرض الكورونا والحد من انتشار هذا المرض في مجتمعك وفي وطننا وفي العالم العربي أيضا أو العالم الإسلامي والعالم كله. فخليك معنا بعد هذا الفاصل لنستعرض بعض الخطوات البسيطة جدا اللي أنت ممكن تخفف من انتشار هذه العدوى بين الناس. خلينا نتناول أعزائي المشاهدين الخطوة الأولى، وهي تقليل مساحة اليد المعرضة للتلوث أو الفيروسات. وخلينا نضرب مثال على هذا الكتاب. لو أنا اضطررت لاستخدام يدي اليمنى أو اليسرى أو كلتا اليدين، فحاول أنه أنت تخصص يدك اليمنى لاستخدام الأشياء الصحية أو السليمة، بينما يدك اليسرى حاول أنه أنت تستخدمها فقط لملامسة الأسطح الغريبة أو اللي أنت بتشيك فيها. وخلينا نضرب مثال على هذا الكتاب. يعني لو أنا اضطررت لحمل هذا الكتاب أو ملامسته، فأنا بحاول أخصص اليد اليسرى لمسك أو حمل هذا الكتاب، وبحاول أيضا أني أنا أستخدم الأصبعين هدول فقط من كل الإيد، يعني ما ألمس هذا الكتاب باليد كلها، أني أحاول أخصص هذه الأصبعين لحمل هذا الكتاب. يعني الهدف من هذه الخطوة أني أنا أقلل ملامسة يدي الأسطح الغريبة أو الملوثة، وأحاول دائما أتذكر القاعدة اللي بتحكي أنه يدي ووجهي أعداء، يجب أن لا يلامس يدك وجهك. هدول أعداء، برمج عقلك الباطن على أنه يدك عدو لهذا الوجه عشان أنت تحد من انتشار هذه العدوى وانتشار هذا المرض. والخطوة الثانية هي ضرورة لبس الكمامات والقفازات عند الخروج إلى الأماكن المزدحمة أو عند التحدث أو مواجهة أشخاص مصابين أو مرضى أو ما إلى ذلك من يعني الأماكن اللي أنت بتشك فيها ممكن يكون فيها إصابات أو عدوى. حاول دائما يعني تتخذ الجانب اللي هو الأصح، أنه أنت دائما تلبس الكمامات والقفازات خصوصا في هذه الفترة العصيبة اللي احنا بنواجه فيها خطر انتشار الكورونا بين الناس. وتذكر القاعدة المهمة، يدك ووجهك أعداء لا يلمسان بعضهما البعض. الخطوة الثالثة أعزائي المشاهدين هي درب نفسك وعائلتك وأهل بيتك على هذا التمرين المهم جدا صباحا ومساء. دربهم على عدم ملامسة اليد للوجه، خصوصا أنه هذا التمرين هو بسيط جدا ويمكن ما بياخذ معك ثواني، ولكن حيساهم في وقايتك وقاية عائلتك ووقاية أيضا مجتمعك، وحيحد من انتشار هذه العدوى أو هذا المرض بين الناس. لذلك عود نفسك، مرن نفسك صباحا ومساء على هذا التمرين، أنه وجهك ويدك لا يلامسان بعضهما البعض، لأنه للأسف هذه عادة اللي هو سيئة بين الناس، أنه ممكن بشكل عفوي أنه إيده تلمس عينه أو أنفه أو فمه وهو يعني لا يعلم بتاتا ما الذي حصل. الخطوة الرابعة أعزائي المشاهدين هي خليك بالبيت، امكث في البيت ولا تخرج إلا لظرف قاهر، ووعي من حولك ومن في المنزل، لأن الخروج والاختلاط بين الناس يساهم في نشر العدوى بشكل كبير في مجتمعك. وخلينا يعني ممكن في بعض الناس بيحكي لك أنه والله أنا أضجر ويعني بزهق من المكوث في البيت، بنقول له يا أخي استثمر وقتك في هذا الوقت أو في هذا الظرف بتعلم مهارة جديدة، بتعلم أشياء جديدة، بالتعود على عادات جديدة أنت لم تكن تمارسها. يعني مثال، هذه فرصة كبيرة أنه أنت تقضي وقت جيد مع عائلتك، يعني وتعيد حساباتك يعني مع الله عز وجل في هذه الخلوة والمكوث في البيت. ويعني أنا بنصح الجميع أنه يستثمر هذا الوقت، لأنه هي فرصة نوعية لا تتاح لك بعد هيك. الخطوة الخامسة هي خليك أناني، يعني خليك أناني في استخدام أدواتك الخاصة، لا تستخدم أدوات غيرك، وحافظ على أنه الخصوصية لأدواتك وأدوات غيرك، لأنه ممكن تكون هي مصدر لانتشار العدوى، ويمكن يعني تكون مصدر كبير لأنه إصابتك وإصابة عائلتك وإصابة أيضا مجتمعك اللي حواليك. فبالتالي حافظ على خصوصية الأدوات اللي أنت بتستخدمها ولا تستخدم أدوات غيرك، يعني خليك أناني بشكل كبير في هذه الفترة.
الخطوة السادسة هي التهوية الجيدة. حاول أنه أنت تخصص الأماكن اللي أنت بتجلس فيها أو ترتادها بشكل كبير، حاول أنه أنت تكون التهوية فيها جيدة ومميزة، لأن الفيروسات لا تمكث أو لا تعيش طويلا في الأماكن التي يتم تهويتها بشكل جيد. إذا احرص على تهوية الأماكن التي ترتادها أو تسكن بها أو تعمل بها، لأن الفيروس يعني طبعا لا يعيش فترات كبيرة في الأماكن التي تتميز بتهوية جيدة. نتطرق مع بعض أعزائي المشاهدين لآخر خطوة، وهي فتح الأبواب والشبابيك بالذراع أو بالكتف. ما تحاول تستخدم يديك، يعني قلل من استخدامهم قدر الإمكان في فتح الأبواب والشبابيك، خصوصا في الأماكن المزدحمة أو في الأماكن العامة، لأنها بتكون بشكل كبير ملوثة بالفيروس. عشان هيك احرص على سلامتك وسلامة عائلتك ومجتمعك بأن لا تنقل العدوى، وأنه أنت تكون حريص في كل خطواتك اللي أنت بتستخدمها في حياتك وفي يومياتك. إذن حاول أنه أنت تحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون دائما وبشكل مستمر خلال تلك الفترة، وحاول أنه أنت يعني تستجيب لفيروس الكورونا بأنه يوصل لك رسالة مهمة جدا، أنه احرص على النظافة الشخصية طوال هذا الوقت، ولا تستهتر ولا تتجاهل أي معلومة أو أي أوامر من الجهات الصحية المختصة من أجل سلامتك وسلامة عائلتك. وبهيك أعزائي المشاهدين أنهينا اليوم معكم حلقة مهمة جدا من سلسلة طريقة الكازن، وهي بعض خطوات كازن بسيطة ممكن تقيك وتقي عائلتك ومجتمعك من مرض الكورونا اللي بيهدد البشرية بأكملها في عالمنا اليوم. حاول أن أنت تكون حريص على الاستماع للتعليمات الصحية، ما تنشر هذا المرض، خليك بالبيت واستمع للنصائح يعني اللي احنا ذكرناها في هذه الحلقة. واللي حابب يرجع للحلقة الماضية اللي احنا حكينا عن 9 طرق ممكن تقيك وتقي عائلتك من مرض الكورونا، ارجع لهذه الحلقة سأضعها في طبعا وصف اللي هو الفيديو في أعلى الشاشة. يعني أنا في نهاية حلقتي بحب أختم حديثي بقول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وما تنسى الاشتراك والإعجاب بهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.